السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وما يخصكم بخير. نبداو الفيديو ديال اليوم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فيديو جديد غادي نمشيو مع الحاجه عند اناقه بوتيك باش نشوفوا داك سميتو، باش نشوفوا حتى هي تشوفها عاوتاني. كما قلت لكم مازالين كنقلبوا على شنو نلبسوا التجهيزات وهذا ديال الحفله. حتى الحاجه خاصها تمشي تشوف ثاني اش غادي تلبس، لان شفت حنان ولا اناقه بوتيك عملوا واحد الاكسيون في بلاصه 90 ايرو، داروها 60 ايرو جلالب كاملين اللي عندهم. دابا غادي نمشيو نشوفوا شنو عندهم، وقبل ما نمشيو عند حنان بارطاجيو الفيديو، ديروا لايك ما تنساوهاش اختي ولا خويا اللي وصلتوا لهذا الفيديو، ديروا اللايك. ديما كتنساو اللايكات، اولا اليوتيوب هو اللي كيطيرهم الله اعلم. كل واحد شنو كيقول لي، بزاف ديال البنات عندهم قنوات كيقول لك لا راه اليوتيوب هو اللي كيطير سميتو، هو اللي كيطير اللايكات. علاش كيطيرهم؟ لان غير كتدخلوا في الفيديو قبل ما تشوفوه، ما كتشوفوا فيه حتى 3 4 دقائق كتبركوا على اللايك. اليوتيوب ما كيبقاش يحسبها، كيقول لك انتو فين شتي الفيديو باش غتحكم عليه زوين ولا خايب، باش دير له لايك ولا ما ديرلوش. على هذا الشيء باش كيبقى يطيرها. ونتمنى تبارطاجيو برطاجيو الفيديو مع العائله ديالكم، مع المهم اللي برطاجي الفيديو يهبط يقول لك انا برطاجيته، هي مع خمسه ديال العائله ديالكم مع سميتو، باش هكا باش القناه كتكبر، هكا باش الفيديو كيوصل عند الناس كاملين. وهو هذا غادي نديكم معايا عند حنان وتشوف داك الشيء اللي عندها، ولا اناقه بوتيك حنان وربيعه. السلام عليكم. جاي لكم اليوم كما كنقولوا مازالين في التجهيزات، مازالين في الحوايج اللي خاصنا، مازالين سميتو الحاجه مشات كتشوف في جهه اخرى. جيت عند صديقه ديالتي انا قبوتك عامله واحد الاكسي تخفيض في الجلالب، وغادي المهم غادي ندخل نوريكم داكشي اللي عامله. دايره واحد التخفيض فيه من هنا حتى نهار الحد، دايره منقصة 30 يورو في الجلالب كاملين اللي عندها في الحانوت. غادي ندخلوا نشوفوا، وهي الحجه معكم. كيما ها الباب من هنا، هذاك راه الباب ديال حنان، الباب ديال حنان هذاك راه الحلاق، ها المحل ديال الحاج بنت الحاجه تشوف الجلابه اللي غتلبس نهار الحفله، وخا عندها العرار من الجلالب. داك اللون داك اللون اللي عندها في الدار ماشي هما اللي عندنا. الجلالب ها هو دارها، عندنا الجلالب مخيرين، فكان خص داك الشيء تسميتو. يلاه هما ها الجلالب اللي قلت لكم اللي كانوا ب 90 اليورو ولا 89، دابا حنان دارت لهم من هنايا حتى نهار الحد. ياك حنان كيك سينجو موي 60 يورو دارت لهم، والله الا غزالين البنات هجموا، راه الا فات الحد ما غتلقاوهمش، غير رجعوا للثمن ديالهم. ها شوف هذا باش يجيو اليوم هذايا حنان، غير وجدي القهوه واتاي والحلوه غدي هجموا عليك. غنشوف هذا عاوتاني هوب موي، وكان هادو مبيتشي كلاين مات ماشي للناس اللي عامرين. وقت جب الحاجه غادي غادي تقيس حتى هي الجلابه. انا غندير ريكلام للشارفات بحالي. لا غير هاد الكبار اللي بغاو اللي بغاو الحاج الزاز، شكون اللي قدر عليك الساعه الذهب والحاله؟ هي تبقى واقيلا بلا حوايج ما تبقاش بلا الساعه. ما شاء الله حنعت بها شي مرات. ها هو اللي طيات كبارين. ها لا هادو زوينين، هادو واسعين عرفتوا، الطبوزات كاع ما تفدو لهم، راه يجيو وتحشوا معكم حتى ولادكم. البطاطا ديال هولندا هاني بلاتي قدي لها حنان، لا كبير بزاف واسع بزاف هذاك حنان تخرعت، ولكن موي قدي لها شويه من اللور ماشي ها الموي، نجمعها شويه ونشوف في الطول ماشي مشكله، نقدو نقدو مواريث السيد بها شكون كنجاوب خويناه. هو زوين ونشوفه عقب في سيدي حاجه ما غنمشى ماشي هنا نتخيض. لا شو تخيض ما عندكش اللي كتخيض حنان كاين هادو هما ما فيهمش الكبار بزاف. المهم لا لا يمغى هو لون زوين حنان، خاص حتى الثوب ديالو زويون. لا العرض لا 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 ما تضيعوش العرض لا. وي السي موريا ايوا السي موجودين في المغرب هذوك. انتوما حتى اللي بغى يكريت كاش واللي راه ماشي اول مره كنصور عند حنا، راه بزاف ديال المرات كنصور يني تخيض لنا عذرا. لا لا خصني ماشي نجي تيري كونتر كلار شي نقي معاك ثاني بعيان البلينتات فين جات الحوايج مار يا ايوا هكا نيت مزيان كرش كي خدي انا هي 25 سنه. ها انتما هاد اللون قيسات والحاجه هي ما عجبهاش ديال الصيه، هي ما عجبهاش اللون بس بغات تقيس هذا ونشوفه. زوين زوين غير بغيت يكون شويه وافيه شويه وافيه
الجلابه خصها تكون شويه واسعه. ها انتوما الجلابه الحاجه هي طويله شويه. تخريك لا ما شاء الله ربي يخليك يا ديما شاد اه واش هاج الجلاب دو مارشي اللهم بارك. ايوا المهم كيما شفتوا مشينا عند عناقه بوتيك حنان جابت الحاجه الجليليبه كنا غنمشيو لامستر بصراحه هجر باليش المشت حنان كانت وراتهم واستعملت لهم نيتا بعدا التخفيض ديال 60 يورو يعني من 90 يورو ل 60 يورو زويونين وعندها جميع الشكيلات كما صورت لكم راكم شفتوا. ايوا المهم الحاجه جابت الجلابه اللي غادي تلبس نهار الحفله ان شاء الله لانه ما كتلبسش هي التكاشت وداك الشيء ما عندهاش معهم وما عندهاش مع القفط باش تحزم دير السمطه ما عندهاش مع داك الشيء. ايوا ما يجمع داك سميتو دابا جينا للدار غتحيد شويه ديال التفاح ما بقاش فيها بزاف ها نتوما الخير والبركه واش كنتو ماشي بزاف. ايوا كاع زكريا يجيب يجيب الاخر يجيب السلوم السلوم. اه شوفوا القطيطه شنو عملت لي البارح باش تشوفوا القماش نيشان. جيت ندوش ليها انا كنشوف داك الشينوا ملي كيدوشوا القطيطات كتسرح بحال كدوش لشي بيبي هادي ما نعرف شنو بغات دير نوضات عليا الحيحه في الدوش والله الا دارت واحد الموسخه الاخرى هادي ما عندهاش مع النظافه نهائيا. هاد هاي بيبيشت المهم الحاجه شنو تقول لكم واش غنقول لكم انا جيت غير باش ناخذ التفاح هادشي اللي التفاح الورق طاح والتفاح باقي مسكين اللي طاح في الارض طاح هو هما ما كيعجبهمش كيهبطش بزاف كيهبط بزاف ديال هاد الورق هذا انا كيعجبني بزاف وما شاء الله واحد راه كيطيح كيطيح يا اه هو راه كيطيح شوف شحال طاح غير ليه ها يجيبوه لينا ملي كيطيح في الارض بحال كيتضرب ولا ما نعرف كيتهرس اه ها كيكون ضربه على الارض وداك الشيء ما هو كاين ماشي ما كاينش ولكن السلوم هو اللي غيحيدو دابا السلوم يجي زكريا يجي زكريا هو اللي غيجي يحيدو جريت عليا قلت له من بعد مني حدا هكذاك النهار قالت له الحاج جيب التفاح واجيب وما ما حيدوش. ايوا تا هو كيجي مع الطلب من الخدمه من السطاجين من المدرسه ايوا اش غيدير شوفوا باش خرجت انا اليوم ضحكوا عليا الصندره فيها جوج مترو والله الا بيا خرجت مشيت عند انا قابوتيك بيع مشينا للحانوت ايوا شي المهم الجو شويه زويون ما كاينش الشتا ايوا هادشي اللي كاين فين نعناع او يا نيشان واه نعناع مخير ولكن تما ما كتهلاوش فيه اش غنتهلاو فيه اكثر من هادشي لا هادي خص تحيد شوفوا هادي هاد عندك يشوك فيك بلاتي يجوك هذا غنشخون راه فيه الشوك كيبقاو مخيرين وا انت راه ما عندك ما ديري من غير الجرده والجلسه وسميتو ماشي لا دزت على الجرده وما نقيتهاش وما صوبتهاش كتبقى تحك فيا ايوا كتبقى فيا حتى القطيطه شنو كتشم تما. ايوا المهم هذا هو اللي سميتو فيديو قصير حدو قدو دير لكم الحاجه دعيوه اليوم الجمعه هادشي اللي كاين صافي وغنوضو نديرو الرفيسه ديال المسمن ولا التريد ولا كي كيقولوا له راني كنت درت واحد المره صورت معكم الطريقه كلها المرشوش المرشوش اللي بغى الطريقه راه غادي نعطي له الرابط ديال الفيديو يدخل ليه هادشي اللي كاين ها الحاجه معكم العرب كيقولوا ليها رفيسه كيقولوا ليها المرشوش كل واحد شنو كيسميها هي وحنا بالريفيا نقاس عرفيس عرفيس نجم سمنات نيخ عرفيس نجم سمنات وين تجن الشيء صافي يني نحن عارف هو الحمد لله كل نعمة مش هسي قصي ظهر بي ونتمتع دايس الله يمتعنا ونتعكم بنعمة الجنة إن شاء الله آمين الشيء اللي كنطلب كنطلب رب العالمين يدوم علينا النعمة ويدوم علينا الخير ويدوم علينا نعمة الإسلام وأفضل وأكثر أكثر ما نطلب وهو نعمة الإسلام نحمد عليها ربي ونشكر عليها علينا تحضر لنا البركة كيحضر لنا الخير كيبارك لنا ربي في الصحه ان شاء الله هذا ما ناكل. السلام عليكم وليداتي وحفايدي وخواتاتي كلكم كنتمنى ان شاء الله
نتلاقى بكم ساعة مباركة إن شاء الله. إن شاء الله. يلا السلام عليكم ومتى الفيديو إن شاء الله الجاي وهذا مكان.